كابتن يعني انت اللي كنت بتتكلم. كنت عايز اتكلم برضو لو سمير يجيب لنا جول تاني يا كابتن. عايز اتكلم ان الكابتن عايز ما الكابتن قال برضو ان في حاجات كتير قوي في الجول ده. في ايمن اشرف سرديباك اشترك في الجول. ايمن اشرف سرديباك، صلاح محسن لما راح ناحيه الشمال، محمد شريف لما لعب الكره بدماغه، كهربا الهاف الثالث او الهاف الثاني من الناحيه الثانيه، سوري الهاف الثاني. يعني انت بتتكلم في حوالي اربع لعيبه. بالظبط، يعني اربع لعيبه كابتن. طبعا هنبدا من الاول التكمله بتاعه ايمن اشرف دي. تقريبا يا كابتن اول مره ايمن اشرف يزيد في المباراه. مظبوط، اول مره. ايوه، احنا دايما بنحضر وبنسلم الناس اللي قدام في نص الملعب او الناس الباكات هم اللي بيتلعبوا الكوره. لكن ايمن لما اشتغل وزاد من، يعني مش عايز اقول من نفسه، خلي بالك ايمن عمل تقريبا نص الجول. اكيد طبعا، اكيد وصل لحد 18. وصل لحد فين؟ والباص يا كابتن في الوقت المناسب كمان، يعني في الباص ان خلاص الكره كانت اتقطع منه، باصاها لصلاح. صلاح اتصرف فيها بشكل مميز جدا. كان ممكن واحد مكانه يقف على الكوره او يستلم الكوره ويبدا ان هو يشتغل فردي، لكن عملها واحده عملها واحده كويسه قوي لشريف. شريف يعني شريف زي ما الكابتن علي قال برده ان شريف عملها كويس. يعني انا برده كنت اتمنى ان شريف بصراحه ان الكره تيجي جول. انت بتحب كهربا برده؟ لا لا، كهربا طبعا حبيبي، لكن شريف طبعا عملها كويس برده. يعني جول كامل. بس تبديل صلاح محسن الشوط الثاني ادت قوه هجوميه اكتر للنادي الاهلي. اكيد طبعا، اكيد اكيد، لان الشوط الاولاني احنا كنا بنشوف جيرالدو حتى لما بيدخل جوه ما كانش قادر قوي يتوائم مع المكان دوت في اللي هو بيخش جوه. جيراردو يا كابتن ايمن، يعني جيراردو كل شغله بيبقى على الطرف. لما يخش جوه، لما بيدخل جوه يعني الخطوره بتاعته بتقل. بتقل بشكل كبير كمان. صحيح، لانه ما بيقدرش يشتغل في الحته اللي هي في الصندوق او في البوكس اللي بتاع الفريق الخصم. لكن هو جيراردو طبعا يعني الراجل برده بيديله النهارده، كلنا اتكلمنا على جيراردو. خد فرص كتير قوي. لازم مباراه النهارده زي المحله، زي ما الكابتن اسامه قال، مباراه زي المحله، مباراه برده مش قويه. ممكن ان انت في الماتشات دي بتاخد ثقه، بتبين للناس ان انت لعيب كويس، امكانياتك. فطبعا جيراردو برده يعني مش عارف هو محتاج ايه بصراحه. يعني اي لعيب كوره بيحتاج ان هو عايز يلعب، لكن